بسم الله الرحمن الرحيم. ما گزارش کروں گا حافظ الہند حافظ القاری شریف شرف الدین صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام اللہ کا شرف حاصل کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن والذين صبروا ابتغاء
وَمَنْ
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله